اول مره كنلقاها هنايا في اكسيون. هذه البنات كنت كنبارطاجا معكم غير بوحدها، ما كانوش معها الروايح. دابا يا اختي لقيت هاد لابواط كامله فيها هذه، كديروا فيها الشميعه وكديروا فيها الفوق يا البنات، هاد الزيت هذا ديال الريحه عرفت واعر، ضروري تكون عندك في الدار ديالك. والثمن ديالها البنات شوفوا ليا غير 4.99 €، يعني فيها هذه اللي كديري فيها الشمع وجوج شمعات، وفيها هاد الروايح هادو شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله يا البنات 12 قرعه 12 بارفان. شوفوا لي الجديد ديال اكسيون، جاب لكم هاد الشامبوان هذا وابخي شامبوان البنات، هذا راه ما تيبقاش. يلا حطوا دابا السلعه وقلت نبارطاجي معكم، الا مشيتي لاكسيون خذي البنات هادو راه شي حاجه زوينه، الشامبوان وابخي شامبوان وفيغان البنات، شوفوا لي فيغان ما تخافوا من حتى شي حاجه. نصحك الا مشيتي لاكسيون خذي لي هاد لابغوم هادي البنات، والله القسم الا خديتها عرفتوا الريحه ديالها واعره. هاد لابغوم ديال لو كور ديال الجسم عرفتوا، كتبقى لك واحد الريحه في الجسم ديالك زوينه يا اختي، والثمن ديالها رخيص. واخيرا جابوها هاد فازلين هادي فين ما كنجينا الاكسيون ما كنلقاهاش، هادي اختي ديال اليدين، هادي اختي ديريها لايديك وتهلاي ليا في ايدياتك، وهادي اختي ديريها لرجليك وتهلاي ليا في رجلاتك، وكتحيد لك البنات هادي التشققات ديال ديال الرجلين. الا عندك ديك الجلده الميته ولا عندك رجليك مقشبرين ولا هذا، هادي راها زوينه البنات. هادو ضروري يكونوا عندكم فازلين ديال رجلين وفازلين هادي ديال اليدين، والثمن ديالهم شوفوا يا البنات راه غير رخيص. اخيرا لقيتو اليوم في اكسيون، المره اللي فاتت فاش كنت البنات جيت انا لاكسيون ما لقيتوش هاد الماسك هذا اللي كيطير هنا البنات فين ما كيحطوه، شوفوا يا البنات كيطير والله القسم. المره اللي فاتت كنت بارطاجيت معكم هذا، هذا راه ديال كيغاتين، ماسك كيغاتين البنات، هذا لا ماشي ديال كيغاتين ولكن زوين، هذا اللي هكا الشعر ديالها كيتخبل ليها ولا شعر بنياتها، هذا راه هو الحل عرفتوا البنات واعر، ديري ليه غير €99 البنات هنايا في اكسيون. كنت كنبارطاجي معكم الكريم، اليوم اختي جابوا لكم القماش، القماش ديال البنات اللي شي حاجه زوينه هنايا في اكسيون البنات، هذا راه قماش ديال اللحم، وكاين القماش اختي ديال الحمام اللي شي حاجه واعره البنات هنايا في اكسيون. احسن شوكولا هنايا في اكسيون خديتها البنات المره اللي فاتت ديتها معايا المغرب، بصراحه فرحت بها العائله، وشي حاجه زوينه وناتشورال البنات ما فيها حتى شي حاجه خايبه، راه قريت البنات ما فيها والو، €2.79 €2.79. دايرين واحد الضجه كبيره هاد لي باي هادو ديال الدجاج، كلشي الناس كيسولوا عليهم في اكسيون، دايرين غير 99 سنتيم وفيهم هذيك الشيته باش كتغسلوهم. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين لاباس عليكم، اشخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم اختي رجعت لاكسيون، رجعت البنات غادي ناخذ واحد الحاجه عجبتني، وفي المره اللي فاتت فاش كنت صورت لكم وما خديتهاش وبقى فيا البنات الحال، غادي ان شاء الله دابا ناخذها ونبارطاجيها معكم. اول حاجه بغيت نشارك معكم هما لي ماسك البنات، هاد لي ماسك راه ماشي بزاف جابوهم انايا في اكسيون وعرفتو زوينين، والمره اللي فاتت فاش كنجيت ما كنتش لقيتهم. هادو لي ماسك ديال لي بي، ها نتوما البنات ماسك بور لي بي واعرين البنات 99 سنتيم 99 سنتيم، كاين هذا ديال الكوك وكاين واحد ديال الشاربون ما بقاش البنات ما بقيتش كنلقاه حتى هو زوين، وهادو راه بزاف البنات اللي كيهضروا عليهم واعرين 99 سنتيم الاخوات. ها نتوما راه السيده يلا كتحط فيهم، يلا هاد شفتو راه كتخدم هنايا في اكسيون، يلا كتحط فيهم شي حاجه زوينه البنات هنايا. هادو لي ماسك 99 سنتيم 99 سنتيم، هادو يا اختي كيحيدوا لك هذوك التشققات ديال الرجلين، ضروري يكون ديري ماسك هكا ديال الرجلين، هذا كتلبسيه بحال الشكل ديال لي شوسيط وكتخليه لمده، ديري لك هنايا كتخليه لمده ديال 20 دقيقه 20 مينوت، ومن بعد كتحيدي كيوليو الرجيلات ديالك رطيبين البنات زوينين. انا دائما تناخذ هادو وتناخذ واحد الموديل اخر اللي لقيتو دابا غنبارطاجي معكم الكريم، يلاه يا اختي ستفوها لك وحطوها لك، الكريم اللي ولات دايره ضجه كبيره كبيره البنات هنايا في اكسيون، هادي ديما كتقولي اسماء عافاك شاركيها معنا، واش زعما كاينه هنا في اكسيون، مره كيجيبوها البنات مره ملي كيجيبوها كطير ما كتبقاش، دائما غوبتور دو ستوك، الا لقيتيها غير خدي منها، لكن انت كتبعيها ووافقتك غير خدي منها، راه ناتشورال البنات راه 95% هانتوما البنات 95% اوريجين ناتشورال، راه شي حاجه زوينه راه قلتها لكم وكنعاود نقولها لكم الاخوات، يعني على حسب كل وحده ولابو ديال الوجه ديالها، ولكن استعمليها لمده ديال سيمانه، الا شتي وافقت لك تبارك الله مزيان كملي، الا شتيها ما وافقتش لك صافي حبسي، بان لك شي اعراض خرجوا لك هكا في الوجه ديالك صافي اختي حبسي. انا كندير الكريم بحال هكا الكريم نديرها لوجهي، الا عطاتني نتيجه زوينه
ابخي 3 ولا 4 جو عطاتني نتيجه زوينه كنزيد نكمل نستمر. الا بنت ليا وجهي بدا كي كنحك وجهي ولا ماشي هي هذيك ولا وجهي تقشر ولا هذا صافي كنحبس. جربوا نتوما ما خاسرين حتى شي حاجه، راه ما غاديش زعما تضركم ولا هذا، راه غير الا عندها الوجه ديالها لابو ديالها سونسيبل راه ما تقدرش ما توافقهاش، واللي ما عندهاش لابو ديالها سونسيبل راه تقدر توافقها. 3 أورو 99 هما داير لكم كلشي هنايا تقدروا تقراو، راه زوينه. غتقولوا لي اسماء علاش كتليق هذه الكريم هذه كتوحد لك اللون ديال الوجه ديالك، وامام طو يعني كان عندك غير واحد ليطاج خفيف كتحيدهم لك، ماشي هذوك ليطاج اللي كيكونوا غامقين، يعني هذوك ليطاج اللي غامقين راه كيكونوا عندهم لي كريم سبيسيال يعني ديالهم. راه كتبارطاجيت معكم اللي كنستعمل انا البنات، هذه 3 أورو 99 يعني ديري لك كريم شي حاجه فنه عادي. وكاين عاوتاني الكريم ديال الويفيرا، وهذه البنات الجيل ديال الويفيرا، هذه كاينه الكريم وكاين الجيل، هذه الجيل 2 أورو و49. هذه اختي استعمليها مع الوصفه الطبيعيه وتنقولها لك دائما 92% الويفيرا البنات، راه ما تخافوش من حتى شي حاجه. وكاينه اختي هاد لي بارفان هادو ديال الله جابوهم هنايا ماشي بزاف، ريحتهم فنه يا البنات، دير ليهم غير أورو 89. هاد لي بارفان واعرين، كاين بزاف ديال هكا على حسب بزاف ديال الروايح زوينين البنات. وكاين هاد لابغيم هادي حتى هي اللي واعره، انا كتعجبني هادي، كنت خديتها المره اللي فاتت. هادي البنات فنه 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 فنه، هادي اللي خديت المره اللي فاتت 2 أورو 44، واعره. حسب انت كتحمق على، قالت لي ماما زوينه زوينه هاد لابغيم هادي، ننصحكم هادي اللي خديتها البنات. هادو كلهم الروايح ديالهم زوينين، ولكن انا خديت هذه البنات، هذه الموف هي اللي خديت انا وعجباتني، دير لها 2 أورو 99. كاين اختي هذا البواط ديال المكياج اللي بغات اختي شي بواط ديال المكياج، دير لها 9 أورو و95. وشوفوا لي اختي شنو كنلقى لهنايا في اكسيون. بصراحه المره اللي فاتت ما لقيتوش البنات هذا البرودوي هذا اللي زوين، هذا ماسك ديال الشعر. فاش كنت صورت لكم هذا ديال الكيراتين، لا اطون نقول لكم البنات، لا كاين هذا هذا ديال الكيراتين، هو هذا اللي كنت صورت لكم المره اللي فاتت، هذا وهذا هو كنت صورته لكم ديال الكيراتين اللي عندها الكيراتين في الشعر ديالها. ولكن هذا واخا هذا ديال شعر ناتشورال، يعني اي شعر كتقدري تستعملي، هذا راه ما تيخليش لك الشعر كاع مكلد نهائيا. وكنت المره اللي فاتت جيت ولقيته ما كاينش، يعني غوبتور دو ستوك. بالنسبه لهذا البنات دير ليه 1.99 أورو، اللي شعرها ديالها مكلد ولا شعر بنتها ولا هذا تقدري تستعملي. يعني لي برودوي هنايا انا شوفوا البنات انا سنبارطاجي معكم لي برودوي الناس كيهضروا عليهم مزيان ومجربينهم الناس، ولا انا كجربت شي كريم ولا جربت شي حاجه كنقولها لكم وربي كيشهد عليا، فهمتوا البنات؟ راه ما كنكذبش عليكم، الا كذبت عليكم كذبت غير على راسي. كنشوف اختي هذا لوريال ماسك، هذا ماسك ديال لوريال، حاطينو اختي هنايا اول مره تنشوف هذا الماسك، هذا مكتوب هنايا بلونغلي. وكاين هذا الماسك ديال بور شوفو ديال الشعر، هذا ماسك ديال الشعر البنات، ديال هذا حتى هو الماسك ديال الشعر، هذا ديال لوريال، هذا ماسك ديال الشعر، وهذا أورو 39 البنات، هذا 1.39 أورو ماسك ديال الشعر اللي بغاتو. وكاين هاد لي ماسك هادو، هذا ديال لافوكا واعر، هذا ديال لافوكا شوفوا لي هنايا هانتوما البنات راه طار، هذا كاين غير هو ديال حب الملوك. هذا شامبوان، هذا شامبوان، وهذا ماسك البنات، هذا ماسك واعر ديال لافوكا، وكاين ديال البنان شي حاجه زوينه هنايا في اكسيون. وهنا يا اختي كما كتشوفوا راه لي برودوي عندهم هنايا زوينين، هادو عرفتوا البنات، هذه راه كاينه الكريم وكاينه سبراي ديال الشعر، راه زوينين هادو. وكاين عاوتاني هذا، وكاين هاد ابخي شامبوان، هذا حتى هو زوين، هذا ابخي شامبوان البنات واعر هنايا في اكسيون، دير ليه 2 أورو 12، هذا راه من الجديد، راه ماشي بزاف جابوه هنايا في اكسيون هادو البنات، هذا راه كنت ديجا بارطاجيته معكم. وهنا يا اختي كنلقى شوفوا لي اش كنلقى، عرفتوا راه شحال هذه البنات ما حطوها هنايا في اكسيون. هاد الكريم ديال اليدين فازلين، هادي كريم واعره بوغ لي مان، هادي ديال فازلين، هادي اختي ديريها لايدك وهادي استعمليها لرجليك وردي عليا اختي الخبر، شي حاجه زوينه هنايا البنات في اكسيون، هادو راه واعرين، هادي فازلين ديال رجلين وهادي اختي ديال اليدين، انا كنصحكم عليهم. هادو بغيون بغيتو هكا تبريو اختي اللحم ديالكم، ها هما حاطينهم هنايا، ولي كوفري حاطينهم البنات بزاف، وحاطين هاد لاكريم هادي ديال البنان اللي كانت بصراحه فاش كنت بارطاجيتها معكم عرفتو البنات كطير هادي. وكاين هذا كوماج، هذا كوماج ديال البنان البنات، هذا كوماج ديال البنان شي حاجه زوينه هنا في اكسيون، وهذا تا هو كوماج. شتو هادو راه كاين كوماج ديال الحمام اختي ديريه اللحم ديالك وتهلاي ليا في راسك، وهادو راه ديجا بارطاجيتو معكم بزاف البنات اللي شكروني عليهم، شكرتوني عليهم وشكرا لكم. حتى انا كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم، لهلا خطيكم عليا اغلى متتبعات، هادو راه زوينين قلت لي اسماء واعرين. واحد البنت قالت لي اسماء خديت الوردي، قلت لي الوردي راه زوين اختي، الغوز هذا واعر ريحته فنه، وحتى الموف ريحته واعره البنات، جوج ريحتهم زوينين، راه الثمن ديالهم غير 2 أورو و79 هنايا في اكسيون.
وكاينه هاد البارفان هادي اللي عجبتني اللي بغيتو تاخذوها هكا لبنياتكم ب 4 اورو 39 3. البنات اللي ما عارفين الشوكولا راه كاينه هنايا في اكسيون اسمحوا لي الشوكولا البنات هذه 3 اورو 95 هذه الشوكولا. وكاينه هذه اللي ديتها المره اللي فاتت ناتشورال ما فيها حتى شي حاجه البنات قراها ولدي قال لي ماما ما فيها والو 2 اورو 79 هذه راه ما فيها حتى شي حاجه ديتها انا كادوات المغرب صراحه زوينه. وكاينه هذه حتى هي 2 اورو 19. وهنا البنات بغيت نبارطاجي معكم يا اختي واحد الحاجه اللي زوينه 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 البنات والله مشو دابا صورت لكم ما بانش ليا حتى رجعت دابا وانا نقول الله تنبارطاجي مع البنات. هذا غوماج يا اختي ديال الحمام مشيت للمغرب البنات ضحكوا عليا مشيت للمغرب ودرته ومني درتو داك الشيء وعطى واحد الريحه عرفتو كتكسر في الحمام وهي تجي عندي واحد البنت باركه هي واحد وحده اخرى وتتقول لها نمشيو نسولوها وخايفين مساك نمشيو نسولوها زعما تعطينا الماركه جاو عندي قالوا لي قلت لهم اختي راه دايره هذا الغوماج هذا ديال اكسيون صراحه كون كنت جايبه منه بزاف نعطيه لكم ما نكذبش عليكم البنات كنت ديت منه غير واحد للمغرب وقالوا لي اختي عافاك جيبيه لينا وصيفطيه لنا دابا كنت مصيفطه شي حاجه للمغرب غادي نصيفطو لهم وراه باقي معايا معاهم اتصال هاد البنات هادو زوينه البنات عرفتو غزال منها تيخلي لك لابو ديال اللحم ديالك رطيب ومنها يا اختي تيخلي لك واحد الرائحه زوينه ومني تخرجي اختي من الحمام جي ديري لي اختي الماساج ديال هذا يا اختي حتى هو راه زوينه البنات هذا ديال هذا ماساج انا راه عندي والله يا البنات الا دائما تديروا لي بنتي كنقول لها ماسي لي رجليا ماسي لي ظهري عرفتوا زوين هذا ماساج وكيخلي لك واحد الريحه زوينه. بالنسبه لهنايا البنات كاينه هاد الكريم هادي بور لي ما ديال نيفيا هادي كريم واعره بور لي ما ديال نيفيا وكاينه اختي هادي حتى هي بور لو كور فوالا هادشي راه كلشي كاين هنايا هادي يعني شوفوا البنات اي حاجه بغيتوها كتلقاوها. يعجبوني هاد الحويجات ديال لي بيبي هنايا شوفوا لي هاد المنطات هادو يا اختي 4 اورو 99 كاين اختي في هاد الوين هذا وكاين في هاد الغوز هذا كيحمقوا ديها اختي كادو كاين في الكري ديها كادو كاين ديال لي غارسون كاين ديال لي في زوينين ب 4 اورو 99 وكاين عاوتاني هادو تما هادو كتغطي بهم بحال هكا كنتي كترضعي انا كنت واخداهم من البريمار كتكوني ترضعي كتغطي فيه تغطي بهم هكا الصدر ديالك 3 اورو 29 شوفوا لي اختي لي بوني لي بوني كيحمقوا ديال الوليدات انت اختي كاين ديال لي غارسون كاين ديال لي في زوين كاينين البنات هنايا واعرين 4 اورو 99 وكاينين اختي هاد السبيبطات هادو فنين 2 اورو 99 شوفوا لي بانطيفات يا اختي بانطيفات هادشي ديال الحماق يا البنات 2 اورو 99 دو 99 وكاين هادو البيجامات عرفتو هادشي اختي حماق هنايا في اكسيون انت اختي كاين عاوتاني هاد لي بودي هادو 6 اورو 49 فيهم 3 هانتوما البنات شوفوا لي اختكم اسماء علاش جات اليوم جات على هذا الفاز هذا عجبني البنات عجبني هذا بغيت نديه غادي ندي دابا واحد عجبني الشكل ديالو فن يا البنات ديري ليه 8 اورو 49 كبارطاجيتو معكم البارح في اكسيون وجيت اليوم على ودو صراحه ندمت ما خديتوش جيت اختي اليوم على ودو هي غادي نشارك معكم الشموع حيت كيجيني بزاف ديال الطلبات على الشموع اسماء عافاك شاركي معنا الشموع يا اختي راه كاينين بزاف عندي متتبعات من عشاق الشموع انا راه تنحمق على شي حاجه سميتها الشميعه وتكون يا اختي فيها الريحه عرفتوا كيحمقوني البنات شوفوا بعدا كاين واحد الحاجه بغيت نبارطاجها معكم هنايا شوفوا البنات هاد الباك هذا كامل هاد لابواط فيها اختي انا كنت واحد المره كنت شاركت معكم هذه ديال هذه اللي كتكون هكا ديال سميتو ديال الشموع ديال لي بوجي كديري فيها واحد الشميعه لتحت الوسط الداخل وكد هي هذه وكديري الفوق هذا البارفان هذه كانت غير بوحدها دابا يا اختي كنلقى الباك كامل فيه 12 ريحه 12 بارفان مع هاد جوج شميعات ومع هاد مع هذه اللي كديروا فيها الشميعه هذه كتجي بحال هكا البنات شوفوا نوريكم غير نعطيكم اكزومبل هذيك البيضة هذه كتجي بحال هكا كديري الشميعه هنا الفوق وهنايا كديري هاد الزيوت هادو هاد الزيوت هادو كتلقاو لكم واحد الريحه الشمعه راها راها شاعله وميم طو هنايا كتعطيك واحد الريحه زوينه يا البنات عرفتوا حمقوني هاد الموديل هذا عجبني بزاف ديري ليه البلاصه ديالو ها هي 4 اورو و99 ديري ليه 4.99 وشوفوا هنايا كنلقى هذا الند اللي من عشاق الند فيها 30 وحده اورو 95 البنات ديري ليها انغو 95 فيها 30 بياس وكاين هذا اللي كنت بارطاجيت معكم واحد المره حتى هو زوين البنات 67 سنتيم فيها 20 فيها 20 هذا الند عرفتوا الريحه ديالو فنه باردون وكاين هذا باش كديروا هكا كتحطوا فوق منه الند شتوا البنات كتحطوا فوق منه الند ديري ليه هذا راه هو هذا معاه لداخل الند عامر في 20 وحده 3 اورو 79 ديري ليها 3 اورو 79 زوينين البنات فنين وهادو اللي كنت بارطاجيت معكم راه ماشي بزاف جابوهم هاد الزيوت هادو ديال بارفومي هادو زوينين البنات هذا الزيت ديال الريحه واعر وكاينه هادي حتى هي عرفتوا دابا حلت الريحه واعره يا البنات ريحته فنه
السيده خدات هذا البلو هذا الزرق عجبها. انشم انا الزرق نقول لكم البنات، حيت دابا كنصور لكم بايد ما نقدش حلاته دابا. والله البنات الا عطى واحد الريحه فنه. وكاينه هذه حتى هي، شوفوا الاخوات هذه حتى هي كديروا فيها هكا الريحه غزاله، حتى هي كديروا يعني كطلق لكم هنايا البخار 7.95 €. وهذه كديروا فيها هنايا، شوفوا هذه حتى هي ديال 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 الريحه، ها هي كتعطيكم الطريقه هنا كديروا فيها داك الزيت. زوينين كلشي البنات هانتوما، عرفتوا هنايا اكسيون راه فيها هادشي رخيص رخيص الاخوات. وهذه اللي كتبارطاجيت معكم بزاف البنات اللي عجباتهم، منها فاز، منها هذه بحال الديكور، ومنها منها الشمعة 4.95 €. شوكينين هادو تما هي والشمعة ديالها بزاف. كاين هادو اللي عجبوني، هذا ديكور زوين كديري فيه هاد الشميعة هادي، شو البنات كديري فيه هادي هنايا كيعطيك واحد الديكور زوين. و 3.99 € دير ليهم 3.99 €. كاين هاد اللون الباج، وكاين هاد الغوز هذا، وكاين الكحل، وكاين عاوتاني هادو البنات فيهم 3 بياس 4.99 €، دير ليهم 4.99 € فيهم 3 بياس. شو الاخوات فيهم، ديروا فيهم هكا تما الشميعات كيجيو على هاد الشكل هذا. الثمن ديالهم راه فريمون رخيص. وكاين هاد الشموع هادو اللي انا فين ما كنجي هنايا كناخذهم البنات، كيعجبوني 1.99 €، دير ليهم 1.99 €. فيهم هادو فيهم 24 فيهم 24 وحده، عطو نقول لكم نو فيهم 24 بياس. فيهم 24 وحده البنات، حيت علاش فيهم التحت فيهم التحت وفيهم الفوق. شو اخوات وكاينين هادو حتى هما زوينين الشكل ديالهم كيجي. كاين هاد الموديل هذا 59 €. غادي نبارطاجي معكم هاد لي باني هادو، تلقاهم هنا في اكسيون. شوفوا البنات فيهم ثلاثه، فيهم جوج صغار وواحده كبيره، دير ليهم 3.99 €، لا دير ليهم 5.99 €. فيهم بحال فيهم ربعه لي باني عندهم زوينين الاخوات. كاين هذا الموديل هذا، انا واخده بحال هذا الموديل هذا البنات. كاينين هاد لي كارطوش هادو باش كتعمروا لامبريمونط، راه كنت بارطاجيتو معاكم اللي اللي عندها لامبريمونط وكيخصوها هادو. هادو راه رخاص هنايا في اكسيون البنات، 9.99 €. دائما تناخذ من هنايا، انا تناخذ 603 هادي، عرفتوا راه كانت ديما غوبتور دو ستوك، ديما تنجي تلقاها غوبتور دو ستوك. هما دابا راه حاطين كميه كبيره فيهم 5 بياس. بالنسبه لي في هاد الوريقات هادو كيجيو ملولين فيهم الوان 4.99 €. كاين عاوتاني هادو هما 4.59 €. كما قلت لكم اي حاجه بغيتوها هنا في اكسيون تلقاوها. نتمنى الفيديو ديالي ومن الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش على خصكم اسماء بواحد اللايك والبارطاج، خليت لكم راحه الله. وباش قبل ما نقول لكم سلامه، كاين هاد لي تيليكوموند، شي وحده خاسره ليها اختي التيليكوموند ديالها، ها هي اختي كاين هنايا في اكسيون. شفتوا حتى قلت لكم سلامه وهي تبان ليا اللي خاسره لها التيليكوموند. هذه كتخدم جميع هكا يعني لي تيلي يعني التلفازات. ها انتم البنات دير لها 4.99 € باش انتم تكون فراسكم، باش تعرفوا راه بالماكينه هاد التيليكوموند هنايا في اكسيون.